نحن مرشحون لأننا فزنا في العديد من المباريات وحققنا لقب النسخة الماضية. هناك منتخبات تنتظرنا، لذلك لا يجب أن نعتمد على أفضليتنا وألا نقدم المطلوب. لابد أن ندافع عن لقبنا حتى النهاية. أعتقد أن هذا يحفزنا. في النسخة الماضية البعض توقع أن نودع البطولة من دور المجموعات، لكن في إفريقيا لا يهم لصالح من تصب الترشيحات، لذلك علينا اللعب جيدا لأنه ليس هناك مباريات سهلة. كانت هذا 2019 كانت فرحة كبيرة لنا أمام الشعب الجزائري. الشغل فرح، حنا فرحنا بها وما تاني فرحوا بزاف، باسكو ديجا ربحنا لا كان اللي فاتت، مي هاد الخطرة راح نكونوا فافوري، مي كاع لي زيكيب يستناو فينا.